مشوارنا صباحي مستمر. تكريما للشهداء وجرحى 4 آب، قررت التشكيلية باسكال مسعود مع الملحق الروسي فلاديمير تنظيم معرض مشترك بذات النهار ب4 آب ليكون عنا منظور آخر لهيدا النهار. المعرض بيحمل عنوان Different Perspective. لنحكي أكثر عن هيدا المعرض، باسكال معي اليوم بالستوديو. باسكال يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. وصباحك وأهلا وسهلا بكل مشاهدي تلفزيون لبنان، هالتلفزيون العريق. تسلمي باسكال. أول شيء لبس لباس يعني بمناسبة اليوم عيد الجيش بأول آب، فأول شيء كتير حلو رقيا اللي لبستيه. ميرسي كتير. هيدا من ذكرى نشاط عملناه أول شيء من عيد الجيش. كل عيد وانتم بألف خير وتضلوا صامدين ورافعين راس لبنان عالي. هيدا من نشاط من 7 سنين. هيدي البلوز اللي لبسناها وقتها للنشاط كان اسمه رملك ذهب. من 7 سنين قررنا بملتقى الألوان الفني اللي أنا من مؤسسيه إنه نعمل نغير شكل عن الرسم. نحتنا على الرمل شط الرملة البيضة، نحتنا على الشط ونزل شي 100 فنان، يعني منحوتات رائعة كانت، وكان في تغطية كبيرة. قد ايه ضينت على الرمل؟ والله ضلت كتير، ما لهم قلب الناس إنه ينزعوها، حتى إنه في طيارة صورت من فوق وكان مشهد رائع. تحية للجيش اللبناني. وتحية للجيش اللبناني على كل حال، وللشعب اللبناني الصامت المناضل. المناضل باسكال ديفرنت بيرسبكتيف، هيدا المعرض بدنا نعرف تفاصيل عنه أكثر، أيمتى رح بيكون، يعني بأي تواريخ، وشو بالتحديد يعني بيعني هيدا العنوان ديفرنت بيرسبكتيف؟ رح يكون المعرض بأربعة آب، الساعة 4 الافتتاح، في وقفة صمت أكيد 6 إلا 10، وقفة صمت بالدقيقة اللي كان فيها الانفجار. ويستمر للساعة 8 بالليل، وتاني نهار 5 آب رح يكون كل نهار المعرض. يعني المعرض على يومين، 4 و5 آب. صح. هلأ إجا الاسم العنوان تنقول نحنا بدنا أبعاد تانية، different perspective. ما بدنا ناخد بقى الدم يحزننا، نحنا بدنا نرجع ننهض، بدنا ننسى الألم اللي فينا بس ما بننسى اللي صار أكيد، وكل نقطة دم نزلت من أي جريح أو شهيد ضحية الانفجار نحن رح نزهره بمعرضنا، رح نعمله بالألوان، رح نعرضه بلوحات اللي هي لوحات الأمل، لوحات الطبيعة، لوحات الوجوه، وجوه الناس الخالدة أنا بقولها، لأنه بالرسم تخلدي، يعني الرسم هو بيخلد الإنسان عبر العصور. باسكال مش هو العمل الأول يلي بيجمعك بالملحق فلاديمير، قبل شاركتي أنت وياه بأكثر من معرض. صح. تحية للملحق الثقافي الروسي فلاديمير كراسنوبيروف اللي هو صديق، يعني من أول ما تعرفنا عليه صار صديق الفنانين وصديقي شخصيا، وكان يحب دايما يروح يزور المعارض ويتعرف على الفنانين كلهم. أول معرض عملناه سوا كان رياليستيك تو أبستراكت، كان دغري من بعد هو إجا على لبنان من بعد الانفجار، كنت أنا بخضم الوضع وكنت عم بعيني كتير وبعد ما كنت بعرفه بعد الانفجار، بس قدر شايف يعني الدمار يلي صار ولا كانت ترتبت الأمور؟ أكيد شايف الدمار، قال لي إنه شيء يعني فزع كتير من المشهد، وأنا كنت بهالفترة عم بعمل اللوحات، تعرفت عليه من بعد ما كنت خالصة، يعني لوحاتي كانت جهزت رياليستيك وأبستراكت، والأبستراكت هو التجريد اللي كان من وراء انفجار بيروت. عملتهم بطريقة كولاج، وكنا كمان عم نحاكي هالوضع، يعني نحن 4 آب، هيدي بأول ذكرى ل4 آب كان عنا المعرض. بسنة ال 21 فحب يشاركك يعني بهيدي السنة بهيدي الذكرى يعني الحزينة، إنما بدها تجسد بصورة هيك فيها من الفن ما يكفي. أكيد هو باللوحات طبيعة روسية، استوحى من طبيعة لبنان شوي، من الشجر، من المي، من الأنهر، كتير كان يبرم. عم نحكي عن كم لوحة باسكال تقريبا؟ هلا هالمعرض رح يكون فوق 50 لوحة، بين لوحات زيت واكريليك، وفي رسومات بالقلم زياده هولي، وال14 رسمه عملتهم انا عبر التيك توك،
بحيي كل اصدقائي على التيك توك اللي هن بيشجعوني دائما. رسمتهم لايف بالقلم وكثير عم بيطلع تفاعل حلو. طبعا لكل المشاهدين بيقدروا يعملوا لك فولو على كل مواقعك على التواصل الاجتماعي. اكيد باسكال مسعود، ما بغير اسمي انا، يا ارتست باسكال مسعود يا باسكال مسعود. باسكال، بهيدي الذكرى الأليمة يعني وين كنتوا بنهار الانفجار؟ أنا كنت عاملة عملية بمستشفى الروم. بمستشفى الروم اللي راحت كلها. كانت بنتي هي طبيبة بالمستشفى وخطيبة طبيب، كانوا عندي حد بالأوضة. بصير الانفجار بطيروا. كان بعدك كنتي ما ظهرتي من العملية؟ أكيد لا، كنت خالصة العملية وكنت الساعة 6 إلا يعني قلن أنا صار لازم أظهر، ما يسمحوا لي لأنه أنه في بتعرف إشياء للعمليات أنه لازم ترجع تستردي قوتك، ترجعي أنه كل شيء يكون منيح. ففاتت الممرضة يا حرام لينا، سلام لروحها، آخر لحظة. تنذكر ما تنعاد فعلا هيدا النهار الأليم يعني يلي صاب وحل ببيروت. تحية لأرواح كل الشهداء يلي راحوا. هلا المهم إنه الحمد لله بنتي وخطيبة يعني من بعد عمليات وتقطيب الحمد لله هلا هن بخير، كتب لهم عمر جديد. بس الجرح عنا عميق، الجرح مش بس بالجسم، صار بالنفسية. على أمل. يعني شو يلي هيك بيعود ببلسم الجراح؟ فنحن هلأ بدنا ننسى شوي وبدنا نزرع الفرحة بقلوب الناس اللي صار معهم هالشي. المطالبة بالكشف عن الحقيقة هو وأكيد. نوع من هيك راحة نفسية. أكيد عندنا سؤال بعد وبعد بيحفر بقلبنا هالسؤال، ليش نحن؟ ليش صار هيك؟ فسروا لنا يعني ليش، شو السبب وراء هيدا الاستهداف؟ التفسيرات كانت شوي بايخة، حسينا هالشي ما رح يصير هيك، ما رح يصير بالصدفة. يعني من الوجع باسكال رسمت وكتبت الوطن خلال معرضها، فكونوا كتار طبعا بأربعة وخمسة آب لنحول يعني هيدا النهار الحزين لنهار فيه من الجمال ما يكفي. بالانتقال للفن التشكيلي، شو بيعني لك الرسم وكيف كانت البدايات؟ البدايات أنا من أنا وصغيرة بحب الرسم، يعني كنت أقضيها بأوضتي عم برسم، بحب البحر، بحب الناس. يعني إذا عندي أرجون دو بوش روح أشتري أغراض الرسم. رجعت أسست عائلة، من بعد ما أسست العائلة كنت بعد ما فتت جامعة، رجعت فتت وبالأربعين سنة أخذت الماجستير فنون، والفنون كانت هي مخرج لكل شيء حزين بحياتنا. يعني هي بتحسي عالم تاني، بتندمجي، بيوصلك لشيء حلو كتير. يعني فعلا حسب ما يقال انه بتنتقلي من العالم الواقعي لعالم اخر، مش هو خيال، مش هو بعيد عنا، نحن حابين يعني او عم نعبر عن هيك طاقه. انت بتحطي ذاتك بمطرح تاني حلو كتير بتتمني لك. باسكال، هيدا الجيل يلي عنده مواهب بتخص الفن، بتخص الرسم، بظل هالوضع الصعب والاستثنائي، شو بتوجهي لهم هيك رساله؟ أنا بوجه لهم رسالة لكل اللي عم بيتعلموا رسم، يتعلموا ويعملوا براكتس كتير، لأنه العلم لوحده مش كفاية، مش نقول تعلمنا ونحن رسامين صرنا أو فنانين، ما تكتفوا بهالشي، يعني ضلكم اشتغلوا حالكم. نحن لهلأ بعدنا لو فنانين صرنا عم نشتغل على حالنا، بعدنا عم نفتش على شي مجهول. هالشي المجهول بيوصل بعدين بلوحتك، بتقولي اف وصلت على اللي بدي إياه، بس بترجع بتقولي بعد بدي شي تاني. في هيدا البحث حلو كتير والتمرين. بتشوفي يعني في مستقبل يعني للشباب؟ أكيد أكيد، يعني كل اللي بحبوا الفنون خليكن بالفن وما تستسلموا، وأبدا أبدا هو يعني إلا تتلاقوا طريقة تربحوا منها فيه. صحيح بطيئة الخبرية وهلأ خاصة بهالأحوال، بس أنا من وقت الأزمة مثلا أنتجت لون ألوان اسمها باسكالرز، عم بعملها بمطبخي، انا بصنع الالوان بايدي. شو اللون الجديد اللي اكتشفتيه؟
شو طلع معك لون جديد؟ والله بتعرفي الوان الوان بطلع، مش بس لون واحد، يعني اللون الواحد طلع منه الوان كتيرة. شو قلبق اللونين؟ او انت هيك يعني ولك بتحبي دايما يعني لا شعوريا بدك ترسمي بتدغري يعني بتتجهي لهيدا اللون؟ هلا انا الالوان الترابيه بحبها، والاخضر كثير بحبه، ولون السماء الازرق، والازرق ولون البحر، يعني هول الالوان كثير بتستهويني انا، مع انه بحب كل الالوان. هلا عم بعمل اللون الفيولي على روج، يعني الاشياء غريبة شوي. يعني بالخلطات يلي عم تطلع معك نقدر نتخيل انه قريبين من الوان الازرق والاخضر. صح. وين ممكن نلاقي يعني الالوان؟ ممكن عندي تتصنع وتتضبط؟ عندي يعني اكيد بدهم يحكوني على الخاص، واكيد بحضر لهم الطلبية وبسلمهم اياها بايدهم. يعني من المعرض صرنا عم نشجع الصناعة الوطنية باسكال، يعني كنا رايحين نشوف اللوحات هلا صرنا نعمل اوردر للالوان. اللي بده الوان اكيد يشرفني على المعرض، واكيد في يوصيني باي ساعة اللي بده كمان. باسكال فلاديمير رح بيكون معك، يعني رح بيرافقك بأربعة وخمسة آب؟ اكيد هو اللي حاضر اكثر مني. فلاديمير شخص رائع فعلا، وهيك بحب الشغل، بحب عنده صفات الحلوة، فمن هيك بتفق أنا وياه. مين رح يكون في شخصيات ووجوه رسمية؟ نحن دعينا كل الشخصيات الفنية العالمية السياسية، وزير الثقافة أكيد من حيي اللي دايما بسندنا، محمد وسام المرتضى اللي بيكون حدنا دايما دايما، وكمان في السفراء، سفير روسيا، سفير تونس صديقنا، في رؤساء بلديات دعينا كمان، في صديقنا رئيس بلدية شارون وصوفر من حييهم اللي دايما بيقفوا حدنا وبيدعمونا، لأنه أنا كمان برمم بكنيسة صوفر، برسم على حيطان الكنيسة. نوجه تحية لأهل صوفر كنيسة سيدة الانتقال، وتحية لكل أهل صوفر المهضومين، لأنه بس أطلع عن جد يعني هذا اللي بده يعمل لي فنجان. أنا بقول لهم صوفر هي لوحة تطلعي إيه؟ على صوفر، يعني مش بحاجة انك يمكن فوق ترسمي، يمكن فوق انت بتتفرجي. هي ذكريات الطفولة صوفر، بتتفرجي على صوفر حلوة كثير اللوحة. واكيد نحن بندعي الكل، يعني هلا تنرجع لموضوع المعرض، المعرض كثير حلو، لوحات فلاديمير كثير حلوين، وجوه حلوة، وانا عندي الطبيعة وهو عنده لاندسكيب كمان، رح يحط كم لوحة للطبيعة. وشرفونا جميعا، وبدعي الجميع كمان بالتلفزيون لبنان شرفونا، ورح يكون معرض حلو من الساعة 4 الافتتاح بأربعة آب ببيت بيروت الصديكو. يعني صيفية المليونين حسب ما يقال، وصل مليون سائح إلى لبنان، وبعدنا بانتظار المليون. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هيدا شيء بيعكس بطريقة إيجابية على كل الفنون ولكل الأعمال يلي عم بتصير ببيروت وخارج. صح. بيروت لازم كل المغتربين يجوا لعنا على المعرض ويشوفوا هالمبنى الحلو العريق. بيت بيروت مش بس صالة عم تعرض فيها، بيت بيروت في له تاريخ قوي، تاريخ برجعنا للإنسانية اللي عم تنهدر كانت، برجعنا لحرب أهلية، برجعنا ذكريات أليمة كتير، فلازم نروح نشوفه تنرجع نستذكر ونرجع نحنا نوقف على إجرينا ونعرف المستقبل كيف لازم يكون. باسكال أنا بدي أتشكرك، بدي أدعي كل المتابعين ليحضروا different perspective، ما يترددوا أكثر أبدا أنه يكونوا بأربعة وخمسة آب معكم، مستمرين بأحلى صباح إنما بعد الفاصل.